إذن مشاهدينا، كانت هذه وقائع جلسة محكمة العدل الدولية لإصدار حكمها بشأن جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة، بشأن الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الكيان المحتل. وجاء في إحاطة رئيس محكمة العدل الدولية جوان دونغو عدة أمور، وهي تلخيصا لها أن حماس قامت بهجوم في السابع من أكتوبر نجم عنه مقتل العديد من الإسرائيليين وأخذ واحتجاز العديد منهم. قامت بعد ذلك إسرائيل بهجوم على قطاع غزة، نجم عن هذا الهجوم نزوح للأغلبية العظمى من القطاع. ويعني المحكمة قالت رئيسة المحكمة أن للمحكمة الاختصاص في جوهر هذه القضية، وأن محكمة العدل الدولية يساورها قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في قطاع غزة. وأيضا كما ذكرنا أن لدى المحكمة صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وأن محكمة العدل الدولية قالت أن لجنوب أفريقيا أو أكدت أن لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى، ولا يمكن قبول طلب إسرائيل برد هذه الدعوى، وأن المحكمة لن ترفض القضية، ولا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد هذه الدعوى المرفوعة. وكما أكدت محكمة العدل الدولية أن للشعب الفلسطيني الحق في الحياة، وأن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وطبعا أخذت المحكمة يعني تصريحات مسؤولين إسرائيليين أخذتها بالاعتبار بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وذكرت رئيسة المحكمة عدة اقتباسات لمسؤولين إسرائيليين ذكروا أنهم يقاتلون يعني حيوانات بشرية، ويعني أخذت اقتباسات تنزع صفة الإنسانية عن سكان قطاع غزة، واحتجت بطبيعة الحال بهذه التصريحات ضد هذا الكيان المحتل. ويعني كما ذكرت المحكمة بإقرارها أو أقرت المحكمة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بالحماية من أعمال الإبادة الجماعية التي تمارس بحقهم. وأخذت المحكمة أيضا بعين الاعتبار تصريحات وبيانات الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية والإحباط الذي يسود سكان قطاع غزة. نعم. وحول هذه الجلسة يسرنا أن ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت الحقوقي والخبير بالقانون الدولي، أو عبر الهاتف من بيروت الحقوقي والخبير بالقانون الدولي الدكتور طارق شندب. حياكم الله دكتور. بداية، ما أو كيف قرأت وقائع هذه الجلسة؟ أولا تحية لك ولكل السادة المشاهدين. يعني هذه الجلسة التي يشاهدها الآن العالم كله والتي يترقبها جاءت في بعد المرافعات التي قدمها الفريق المدعي، فريق دولة جنوب أفريقيا، والفريق المدعي عليه وهي فريق دولة إسرائيل ومن انضم إليها، جاء كإجراء احتراز اتخذته المحكمة بالقول أو بالقرار أنه على إسرائيل أن توقف الانتهاكات، ويفرض على إسرائيل كذلك الحكم، يفرض عليها التزامات قانونية دولية بموجب اتفاقية منع ارتكاب الجرائم الإبادة. وبالتالي هذا القرار مهم جداً،
والأهم من ذلك أنه يأتي في ظل أول مرة تقوم به الدولة بالتقدم بالشكوى على إسرائيل أمام المحاكم الدولية، أمام محكمة العدل الدولية بالذات. وكأن المجتمع الدولي الآن المتمثل بدولة جنوب أفريقيا ومن يؤيدها هو يضع إسرائيل أمام موضوع الاتهام والملاحقة، وهذا يحصل لأول مرة في القانون الدولي، وهذا كذلك الأمر يعني يحصل لأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل الذي هذا الحكم يفرض عليها التزامات قانونية دولية ويمثل مسألة مساءلة قانونية للكيان الدولة ما يسمى دولة إسرائيل. وبالتالي هذا الحكم مهم جدا يعول عليه، والعبرة الآن هي في التنفيذ. نعم، ولكن يعني دكتور طارق، لوحظ غياب مطالبة محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار، ما الذي يعني ذلك؟ عندما تقول المحكمة أنه على إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وعلى إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع التحرير على الإبادة الجماعية، فكأنها بذلك تقول أنه على إسرائيل أن توقف إطلاق النار. المحكمة لا تعطي أوامر فيما يتعلق بوقف إطلاق النار أو غيره. المحكمة تقول وقف، لأنها هي تتعلق بموضوع أساسي، موضوع الدعوة تتعلق بموضوع وقف الإبادة الجماعية حسب الاتفاقية الدولية الموقع عليها، والتي بموجب هذه الاتفاقية استندت الدعوة التي قامت بها جنوب أفريقيا ضد دولة إسرائيل. فكان القرار هو على إسرائيل اتخاذ ما يحول دون وقف الإبادة، دون ارتكاب الإبادة الجماعية. وكذلك أنه على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر، أي أن المحكمة تراقب تنفيذ هذا القرار شهريا، يجب أن يرفع إليها تقرير من قبل دولة إسرائيل. نعم دكتور صباح، نرحب بك وأنت ضيفنا عبر سكايب من لندن، رئيس جمعية المحامين العرب، حياكم الله. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين. حياكم الله دكتور صباح، كيف تابعت مجريات ووقائع هذه الجلسة بداية؟ ولأن أنا سعيد بالنتيجة، كانت أفضل مما توقعت، أن الغالبية من القضاة أخذوا الموقف المناسب والصحيح، وبالتالي كان موقفا جيدا جدا، وأظهر أن الرأي القضائي هو في جانب جنوب أفريقيا، وبالتالي القرار الذي اتخذته أو القرارات التي اتخذتها المحكمة كانت جميعها بأغلبية 15 أو 16 من أعضاء المحكمة، وبالتالي أظهر القضاة احترامهم لمهنيتهم واحترامهم للقانون الدولي، وبالتالي إلى حد ما أعادوا ثقة الناس بالقضاء. هؤلاء القضاة كانت لديهم الشجاعة بالرغم من أنه ينتمون إلى الدول الأوروبية والأمريكية، وبالتالي بالنسبة لهم كان عمل جيد جدا ما القرار الذي أصدروه، من حيث أنه ينسجم مع آسف المقاطعة، التليفونات الأخرى ينسجم مع ما طلبته جنوب أفريقيا. مع الأسف لم تصدر المحكمة قرارا بوقف إطلاق النار، وأعتقد أن ذلك مفهوم، من حيث أن قرار وقف إطلاق النار هو ليس من ضمن اختصاص المحكمة، ولكن القرارات التي اتخذتها فيما يتعلق بالإجراءات المؤقتة تؤدي بالنتيجة إلى ذلك. لم تتخذ قرار بوقف إطلاق النار، ولكنها اتخذت القرارات التي تتطلب على الأقل إذا ما وقف إطلاق النار تقليل العمليات العسكرية، بحيث تعطي، لأن لا يمكن توزيع المساعدات وحماية السكان بدون تقليل ما تفعله إسرائيل من الجرائم التي ترتكبها يوميا. لذلك أنا سعيد بالقرار، وأعتقد أن هذه خطوة مهمة
على الأقل على المستوى الدولي. الآن بالنسبة إلى الدول الأمريكية، الدول الأوروبية وأمريكا وبقية دول العالم، هناك قرار يشير إلى أن إسرائيل من المحتمل أنها ترتكب جرائم إبادة جنس بشري، وألزمت بأن تتخذ إجراءات لوقف هذه الإجراءات، يعني الأعمال التي تقوم بها. وطلب أيضا من إسرائيل أن تقدم تقريرا شهريا، أو تقدم بعد شهر تقريرا عن الخطوات التي اتخذتها. وأيضا منعت القادة السياسيين والإسرائيليين والوزراء من الاستمرار في عملية الإساءة إلى الفلسطينيين والتحريض عليهم واعتبارهم حيوانات كما ذكروا. ففي نهاية الأمر أعتقد أن القرار كان أفضل مما توقعت. نعم. طيب أنتقل بسؤال هنا للدكتور طارق. دكتور طارق، ماذا عن مواقف يعني الدول الحليفة لهذا الكيان، خاصة الدول التي أعلنت أنها ستحترم قرارات المحكمة بغض النظر عن فحواها، ومنها بطبيعة الحال كما تعلم ألمانيا؟ ما طبيعة هذا الاحترام؟ يعني كيف ستتعاطى مع هذه القرارات؟ طبيعة الاحترام بيكون بتنفيذ قرارات هذه المحكمة التي أصدرتها الآن، ومن أهمها كذلك ومن أهمها إدخال المساعدات التي جاء نصها صريحا في القرار، إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وبالتالي على الجميع احترام هذا القرار. وكانت البارحة حركة المقاومة الإسلامية حماس أعلنت أنها سوف تلتزم بالقرار حسب ما جاء في بيان لها، بيان صحفي. ولكن دولة إسرائيل كانت يعني منتظرة حتى يصدر القرار، وهناك اجتماع وزاري لتقييم ذلك حسب ما جاء كذلك في الوكالات العالمية. أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت كذلك أعلنت أنها سوف تنتظر القرار المذكور لتبني موقفها على ما جاء فيه. وبالتالي أعتقد أن معظم دول العالم أمام يعني هول ما يجري في غزة، وأمام الضجة الإعلامية الكبرى لهذا القرار ولهذا المحكمة والمهمة جدا التي يعني تتعلق بنزاع أساسي في المنطقة، والتي تمثل السلم والأمن الدوليين، يعني أعتقد أن الجميع سوف يكون ملتزما يعني بهذا القرار ويعمل على تنفيذه، ما عدا يعني الكيان الصهيوني الذي يعني ما زلنا ننتظر موقفه، والذي سوف يقوم حسب ما أعتقد كالعادة دائما بمحاولة إيجاد تفاسير مختلفة، يعلن أنه سوف يقبل القرار ولكن سوف يعمل على يكون التفسير مختلف. وبالتالي يعني المراقبة القضائية هي المهمة جدا، وأعتقد أنه ليس باستطاعة أحد من دول العالم أمام الغطرسة الصهيونية المتمثلة بقتل 60,000 شهيد فلسطيني إلا أن يقف إلى جانب هذا القرار الذي يعطي شيئا من الأمل لإبقاء الحياة على مستوى على سطح قطاع غزة. القرار مهم جدا، يأتي في وقت الشعب الفلسطيني ترتكب بحقه إبادة جماعية، ترتكب بحقه جريمة جرائم حرب. وقد أعتقد أن جنوب أفريقيا، دولة جنوب أفريقيا عرفت كيف تختار الموضوع الشكوى بعناية وبدقة، وأصابت الهدف الأساسي الذي يجب على جميع الدول الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي هي موقعة عليها. تبقى إشكالية التنفيذ هي مهمة جدا كما قلت لكم، ولكن أعتقد أمام هذه أمام الواقع الإعلامي الحديث، أعتقد أن دولة إسرائيل باتت محرجة جدا، والولايات المتحدة الأمريكية محرجة جدا، ودولة مصر محرجة جدا فيما يتعلق بمنع إدخال الأغذية وبهذا الشيء الأساسي، وثانيا فيما يتعلق بالقصف والقتل المستمرين. نعم، يعني لعل هناك سؤال يعني مهم جدا. من ضمن بنود يعني القرارات جاء أن على إسرائيل
عدم تدمير والحفاظ على الأدلة. هل من المنطقي برأيك طلب الحفاظ على الأدلة من المجرم الذي يرتكب مثل هذه الإبادة؟ صحيح، هذا سؤال مهم جدا، ولكن كأننا أمام حال يتعلق يعني بموضوع أساسي، وهو وقف ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية. وكأننا في هذا القرار هذه المحكمة تدين الكيان الصهيوني بأن هناك أدلة وهو يعمل على طمسها، وأن هناك جريمة في الأساس وقعت أو جرائم إن صح التعبير، وهو الأخص فيما يتعلق بموضوع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. يأتي هذا القرار المؤقت، وإن كان يعني يفهم في اللغة العادية لأنه لا يمكن أن ينفذ، ولكن في اللغة القانونية والمفهوم القانوني يأتي كإدانة مبطنة لجرائم الكيان الصهيوني، ويأتي كذلك لحث الدول ولحث الدول الأطراف في الاتفاقيات منع الإبادة الجماعية على الالتزام بهذه الاتفاقية، وتكريس مبدأ عدم وجود ارتكاب هذه الجرائم، وحث كذلك الجميع على تقديم ما لديه من أدلة، وبالأخص أن الأدلة التي في هذا القرار يعني بما معناه أن الأدلة التي يشاهدها المجتمع الدولي كله على شاشة التلفزة هي كافية بحد ذاتها لإدانة الكيان الصهيوني. نعم، طيب أنتقل بالسؤال هنا إلى الدكتور صباح. دكتور صباح، يعني إلى أي حد تبدو القيادة الصهيونية محرجة داخليا على الأقل بعدما اقتبست رئيسة المحكمة أقوالهم وأدانتهم بها، يعني بمقولة من فمك أدينك؟ أولا بالنسبة للشعب الإسرائيلي، الشعب الإسرائيلي يريد تدمير الفلسطينيين. الشعب الإسرائيلي بالكامل هو معادي للفلسطينيين وللعرب وللمسلمين. وإذا كنا نتصور أن مشكلتنا مع نتنياهو مع عدد من الوزراء، فإحنا نكون ذاهبين بالطريق الخطأ. الإسرائيليين لديهم عداء مستحكم، ويعتقدون أنه يجب القضاء على الفلسطينيين. أما هذا القرار كون أشار إلى ما قال رئيس الوزراء مالهم ورئيس الجمهورية وإلى آخره، هذا لن يغير شيء، لكن بالتأكيد أن إسرائيل في داخل إسرائيل لديها إشكال في الوضع الحالي. أولا جنودها الآن يقتلون، ثانيا جيشها يدمر، ثالثا اقتصادها في طريقة إلى الانهيار، رابعا أن العالم أصبح ضدها بما فيها الدول المؤيدة لها، أمريكا وأوروبا تعطيها الأسلحة وتعطيها الأموال وتعطيها الاقتصاد، لكن كل يوم يطلبون منهم أن يتوقفون عن هذا العمل. فبالنسبة إلى الوضع في داخل إسرائيل بالتأكيد الوضع سيء جدا، الوضع مناوئ للحكومة ومناوئ للموقف مع الحكومة، لكن في ضمن العملية السياسية في داخل إسرائيل. أما فيما يتعلق بقتل الفلسطينيين وغزة والضفة الغربية، الإسرائيليين يكادون يجمعون على هذا العداء الإسرائيلي للعرب وللفلسطينيين وللمسلمين مستحكم. ليست المسألة موضوع أن المحكمة تقولهم ورئيس الجمهورية يشقلهم ورئيس الوزراء يتحدث بهالشكل. الشعب الفلسطيني، الطفل في فلسطين يدرب على أن الفلسطيني الإسرائيلي، الطفل الإسرائيلي يدرب حينما يكون طفلا على اعتبار أن الطفل الفلسطيني هو مجرم أو هو لا يستحق الحياة أو هو عدو أو إلى آخره. هذا المجتمع كله بالكامل لديه مشكلة. هذه المحكمة لن تضيف كثيرا، ولكنها ستعطي نوع من السلاح الداخلي للمعارضين للحكومة أن يقولوا هذا ليس رأينا فقط، وإنما تفضلوا هذه المحكمة الجنائية، محكمة العدل الدولية قالت هكذا والعالم يقول هكذا. هذا سيؤثر داخليا إلى حد ما، ولكن بالنسبة لنا نحل القضية. أولا نريد أولا وقف قتل الفلسطينيين، وهذا مع الأسف القرار لا يعطيه. القرار أفضل جدا مما كنت أتوقع، لأنه استجاب إلى أغلب الطلبات
التي قدمتها جنوب أفريقيا وبأغلبية هائلة. أنا ما كنت أتصور أنه لح يصادقون القرار 15 أو 16 من القضاة. وبالتالي أنا سعيد جدا أن هؤلاء الناس أثبتوا للعالم أنهم لديهم المهنية ولديهم المستوى الأخلاقي المتقدم، وبالتالي أصدروا الحكم المناسب. لم يدعوا إلى وقف إطلاق النار، ولكنهم استجابوا إلى أغلب الأشياء التي لا يمكن تحقيقها إلا بوقف إطلاق النار. لكن مع ذلك الموقف الأخلاقي لإسرائيل الآن عالميا وداخليا وفي المنظمات الدولية يعني بالتأكيد نزل إلى مستوى لم يصل إليه في تاريخ إسرائيل. وبالتالي هذا القرار كان قرار جيد، ليس مما يشفي الغليل، ليس مما يحقق آمالنا، وهو وقف قتل الفلسطينيين. بتوقعك نعم دكتور صباح، بتوقعك كيف ستتعاطى إسرائيل مع هذا القرار؟ أولا ستهمل القرار، واحتمال أن تذهب جنوب أفريقيا إلى محكمة إلى مجلس الأمن تقول أنه هذه مدى تستجيب. وأيضا بالنسبة إلى إسرائيل يجب أن تقدم للمحكمة تقريرا الشهر القادم عما فعلته. ولكن ما قيمة الفيتو الأمريكي الذي لربما تعول عليه إسرائيل؟ شوف أخي، أمريكا هي إسرائيل وإسرائيل هي أمريكا. إسرائيل هي السفينة الأمريكية على الأرض، هي القلعة الأمريكية للاستعمار وتدمير المنطقة، وبالتالي أمريكا ستستمر معها. ولكن مع ذلك بالنسبة إلى الموقف الأمريكي هناك فيه إحراج كبير جدا الآن، يعني بالرغم من أنه ستستمر في دعم إسرائيل، ولكن يصبح الموقف الرسمي صعب تبريره في الكونغرس وصعب تبريره في الخارجية إلى آخره. إذن يعني يمكن القول، عفوا دكتور صباح، هل يمكن القول أننا أمام خطوة لربما تكون رمزية أكثر منها فعلية تمت اليوم؟ لا، نأمل أن تكون فيها جانب عملي أكثر. أنا أظن أن الموقف الإسرائيلي سيكون تحت ضغط أكبر، والدول الأخرى ألمانيا أعلنت ستلتزم إلى آخره. نحتاج إلى بعض الوقت، خلينا ما نحاول نسبق الأحداث، خلينا ننتظر كم يوم ونشوف كيف الأمور. نعم، أنتقل بالسؤال هنا للدكتور طارق. دكتور طارق، ماذا بعد هذه القرارات الاحترازية؟ يعني السؤال كما قال الأستاذ صباح، يعني نحتاج إلى بعض الوقت لمعرفة ردات الفعل وكيفية التنفيذ ومدى الالتزام من قبل دولة إسرائيل. أكيد أعتقد من خلال قراءة سريعة أن المجتمع الدولي المتمثل بأغلبية دول العالم سواء كانت الأفريقية أو الأوروبية حتى العربية أو الأمريكية اللاتينية وغيرها هي سوف تكون مرحبة بهذا القرار، كوننا نتحدث اليوم عن مجازر كبرى ترتكب بحق الشعب الفلسطيني منذ 3 أشهر، 60,000 شهيد، العدد ليس بقليل جدا أبدا، ودماء تسيل دون أي رادع لهذا الكيان الصهيوني المدعوم من بعض الدول الغربية وأمريكا بالذات. وبالتالي أعتقد الأصوات العالمية سوف تتنادى أكثر بالالتزام أقله بهذا القرار، لأنه قرار يصدر عن المحكمة المختصة، عن أعلى مرجع قانوني دولي تابع للأمم المتحدة. هذا الأمر أولا. الأمر الثاني كذلك هيبة الولايات المتحدة الأمريكية كدولة تملك حق الفيتو ودولة أساسية ملتزمة بالتزام، يفترض أن تكون ملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبإيثاق الأمم المتحدة، والدولة التي تعطي نفسها بأنها راعية للسلام في الشرق الأوسط بالرغم من أنها حقيقة هي تمثل إسرائيل والوزارة الصهيونية، ولكن هيبتها سواء في الداخل أو في الخارج أمام مواطنيها وأمام شعوب العالم سوف تتأثر إن لم تلتزم بهذا القرار. دون أن ننسى أنه قد تكون لأول مرة الناخب الأمريكي المواطن الأمريكي كان يتابع هذه الجرائم دون يعني ويعرف ماذا يجري، وهناك أصوات داخل الكونغرس وداخل مؤسسة الدولة
داخل الخارجية استقالات وغيرها، فبالتالي هناك سوف تكون محاسبة على أموال دافعي الضرائب في أمريكا كيف تذهب ولماذا، يعني وهم شعب في الأصل يعني يتعاطى مع الدولة كمؤسسة، وبالتالي هذا القرار سوف يكون موضع يعني دعم من كثير من أبناء الشعب الأمريكي ومساءلة الحكومة الأمريكية والمسؤولين الأمريكيين عن عما إذا كانوا لن يلتزموا به. ونحن أمام الآن أمام فترة قبل الانتخابات الأمريكية. يعني هل من المتوقع بناء على ذلك دكتور طارق، هل من المتوقع أن تتراجع لربما القيادة الأمريكية والإدارة الأمريكية في بعض المواقف عن دعمها لدولة هذا الكيان؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي تدعم الكيان الصهيوني سياسيا وماليا وعسكريا، حتى اللحظة في جسر الجوي المستمر في السلاح وحتى في موقف السياسي داخل الأمم المتحدة وفي كل مكان، وكأن التصريح الأمريكي دائما الرسمي يعني بدأ في الفترة الأخيرة يظهر أنهم يدعون لوقف إطلاق النار، ولكن في الحقيقة هذا تصريح ظاهري، ولكن الذي يملك التأثير على قرار الإسرائيلي هي الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها هي الدعم المالي الأساسي والدعم الاقتصادي والدعم السياسي، ولكن وهم كثافة أمريكيين يستطيعون أن يتلاعبوا بالكلام وبعملية يعني ما يسمى تغيير المواقف السياسية بما يتناسب وهذا القرار، ولكن دون إجراء ضغوطات أساسية على إسرائيل. ولكن في النهاية المجتمع يراقب، المجتمع الدولي يراقب، المحكمة الدولية تراقب. هذا الأمر هذه المرة يختلف أعتقد، ولكن لنكن صادقين وصريحين، لا يمكن التعويل دائما على أو أبدا، لا يمكن التعويل على هذه المحاكم الدولية لتحرير فلسطين ولا لإعادة الناس إلى أراضي أصحاب الأراضي المحتلة إلى بيوتها الذي أعاد يعني، ولكن هذا القرار يعطي دفع مهم جدا للشعب الفلسطيني لحق المقاومة، يعطي دفع جدا لأصحاب الأرض الفلسطينيين، يعطيهم دفع أساسي ومهم ودعم قانوني ممكن أن يستندوا إليه في مواجهة إسرائيل. هناك من يرى أنه حتى يضحض رواية أو السردية الإسرائيلية المظلومية الدائمة، وأن كل من ينتقد هذه السياسة العنجهية الصهيونية فهو معاد للسامية. أسألك دكتور طارق، يعني إلى أي مدى هذه القرارات لربما تسهل وتعجل بالدعوة المقدمة أو التي قدمت من 600 محام إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد كيان الاحتلال؟ أكيد هذه أول مرة، يعني نحن الآن أمام محاكمة سياسية لدولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وهذه تحصل لأول مرة في تاريخ دولة إسرائيل. بالتالي هذا القرار الابتدائي أو المؤقت الذي يثبت القرار النهائي هو مهم جدا لكشف وإدانة، هو بحد ذاته يمثل إدانة. نتكلم اليوم أنه القرار يتحدث على إسرائيل، على إسرائيل يعني يعرف أن إسرائيل هي أن ترتكب المخالفة، كأنه بحد ذاته يتحدث كذلك عن إدانات مؤكدة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر سكايب أو عفوا عبر الهاتف من بيروت، الحقوقي والخبير بالقانون الدولي الدكتور طارق شندب. كما أشكر ضيفي من لندن عبر سكايب رئيس جمعية المحامين العرب الدكتور صباح المختار، وأشكركم جزيل الشكر على حسن الإصغاء والمتابعة. مشاهدينا دمتم بخير، إلى اللقاء.